إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحت باسم الطيور في أعشاشها ولهجت بذكره العيتان في بحارها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأهداب هي الذهب السبيك، على كتب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. يا ربي لك الحمد حمد الذاكرين الشاكرين، حمد التائبين المستغفرين، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد قبل الرضا، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد في الأولى والآخرة يا رب العالمين. أهل الثناء والمجد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إلهي إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وكم من زلة لي في الخطايا غفرت وأنت ذو فضل ومني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني، وما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا ابن آدم إنما الدنيا كسوق قام ثم انفض، كسوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الحياة كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وأستاذنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، روى الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى في صحيحه عن أبي ذر جندب ابن جنادة الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم
ما على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، من أراد الهداية فمن الله، من أراد الطعام فمن الله، من أراد الكساء فمن الله، من أصابه المرض فمن الله، من كان له عيال يريد أن يكسب لهم الرزق فليدعو الله. عباد الله، يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كمال الرجوع لله تعالى. بعض الناس عباد الله يظن أن الرزق في الوظيفة، أو أن الرزق في التجارة، أو أن الرزق في العمل، أو أن الرزق لو خرج وسافر خارج البلاد أو خارج الصومال. لا والله، إن الرزق له أسباب، كلكم جائع إلا من أطعمته. من الذي يطعم؟ من الذي يكسو؟ من الذي يشفي؟ من الذي يرفع البلاء؟ إنه الله الواحد الأحد، بعض الناس يظن أن الرزق في الأسباب المادية، لكن الرزق له أسباب. أول هذه الأسباب تقوى الله، واجتناب محارمه. ومن يتق الله، ماذا يقول الله سبحانه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، التاجر يحتسب الرزق في التجارة، والموظف يحتسب الرزق في الوظيفة والراتب، لكن الله قال يرزقه من حيث لا يحتسب. تقوى الله عباد الله هي أن تجتنب محارم الله تعالى، وأن تعمل بأوامره. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ماذا يفعل يا رب؟ كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. صفات للمتقين عباد الله. إذا اتقى الإنسان الله فإن الله ييسر له أسباب الرزق. امرأة من هذه الأرض المباركة هاجرت إلى بريطانيا، وكان يسكن بجوارها رجل ملحد، كان دكتوراً في الفلسفة يسمى دكتور فنر. أراد يرى هذه المرأة من أرض الصومال تخرج للصلاة وترجع في بيتها وهو ملحد لا يعرف الله، ألا أراد أن يختبرها، وكان رجل ذا مال، فأرسل إليها بعض الثياب والملابس والطعام والمال، وأرسله مع امرأة وقال لها إذا وصلت لهذه المرأة وسألتك من أين هذا المال فقولي لها أرسله الشيطان. جاءت هذه المرأة فدفعت ذلك المال، فأخذت تلك المرأة هذا المال بكل بساطة، فقالت لها ألا تريدين أن تعرفي من أين هذا المال؟ قالت إن هذا المال من الله، أرسله الله، لم يرسله أحد، هذا المال أرسله الله. قالت لها كيف ذلك؟ قالت إن الله في كتابنا وفي قرآننا بكلامه يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا
ويرزقه من حيث لا يحتسب. رجعت تلك المرأة إلى ذلك الدكتور، إلى ذلك الفيلسوف الملحد، قالت له: إن هذه المرأة تقول إن رزقها جاءها من الله. فما كان من هذا الرجل إلا أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. صار اسمه عبد الحكيم مراد بعد أن كان ملحدا. التقوى عباد الله، التقوى سبب من أسباب الرزق. نسأل الله سبحانه وتعالى اجعلنا من المتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وأستاذنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا. وسيمتك السماحة والوفاء، يغطي بالسخاوة كل عيب، فكم عيب يغطيه السخاء. ولا تري للأعادي قط ذلا، فإن شماتة الأعدى بلاء. فلا خير يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا شقاء. أما بعد عباد الله، إن من أسباب الرزق كذلك التوكل على الله تعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يقول ابن كثير: فهو حسبه في رزقه، فهو حسبه في معاشه، فهو حسبه في دنياه وآخرته. ولو توكلون على الله كما تتوكل الطير تغدو خماصاً وتروح بطانا لرزقكم كما يرزق الطير. التوكل على الله. من أسباب الرزق عباد الله الاستغفار، الاستغفار. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. ضاقت عليك الدنيا، ضاق عليك هم المعاش، إن سدت الأبواب في وجهك لا تطرق أبواب الأغنياء، بل اطرق باب الواحد الأحد الغني الكريم. استغفر الله، استغفر. والاستغفار عباد الله أولاه أن يقول الإنسان سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وأولى الأوقات للاستغفار عباد الله في السحر، في الثلث الأخير من الليل، هذا أولى الأوقات لاستغفارك إن كنت صاحب حاجة، صاحب مرض، صاحب عيال، صاحب هم، عليك بالاستغفار. وبالأسحار هم يستغفرون، بالأسحار هم يستغفرون. لماذا ذلك الوقت فاضلا؟ لأن رب العزة يتنزل فيه عباد الله، فيقول: هل من سائل فأعطيه. نطرق أبواب الملوك، نطرق أبواب الرؤساء، نطرق أبواب الوزراء، نطرق أبواب الأغنياء، لكن الله بابه مفتوح في الليل والنهار، بابه مفتوح لا يسد. وبالأسحار هم يستغفرون. كذلك عباد الله، أختم حديثي، وأسباب الرزق كثيرة، لكن أختم بواحدة وهي الدعاء. أن يكثر الإنسان من دعاء الله. إذا أصابك المرض أدعو الله، إذا أصابتك الحاجة أدعو الله، إذا ضيق عليك في أسباب الرزق أدعو الله. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فوجد أبو أمامة جالس في غير وقت صلاة، فقال له: يا أبا أمامة، ما الذي أجلسك في هذا الوقت؟ لماذا جلست أنت في هذا الوقت؟ قال: يا رسول الله،
هموم أسقلتني أصابني الهم، وديون علي، أنا علي الدين. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا أمامة، ألا أدلك على كلمات إذا قلتها أذهب الله عنك الهم وقضى عنك الدين؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: أن تقول عندما تصبح وعندما تمسي: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. من قالها عندما يصبح وعندما يمسي أذهب الله عنه الهم وقضى عنه الدين. أسباب الرزق كلها بالرجوع إلى الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا رزقا مباركا طيبا، وأن يبارك لنا فيه، وأن يرجعنا إليه، وأن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم يا واصل المقطعين صلنا إليك، اللهم يا واصل المقطعين صلنا إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عسيرا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طفلا إلا ربيته، ولا مسكينا إلا أعنته، ولا أيما إلا زوجته، ولا مريضا إلا رحمته. برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل شرك المشركين. اللهم عليك بأعداء دينك أجمعين من اليهود والنصارى والمنافقين. اللهم وحد كلمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم وحد كلمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم وحد كلمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا في غزة يا رب العالمين، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا. اللهم أيدهم بتأييدك، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة يرحمك الله.